هي حاليا اختي الامن بالنسبه في بوجلود مستقر، ماشي شي حاجه معك. وبالنسبه لفات الساعه ديال راس السنه الامن تيكون شي شويه زايد، وبالنسبه للامن مزيان بالنسبه لي انا فهاد الساعه ولت الساكنه هنايا، وانما بالنسبه للامن راه مزيان ماشي شي حاجه. اول حاجه كنتمنى لجميع المغاربه كاملين والميمه ديالي والزوجه ديالي والوليدات ديالي وجميع الاصدقاء بيان سير ليكم تلتوما. I would like to wish everybody happy new year from here from Morocco in Fez. We are next to the Pleukate, very close, and it's beautiful here, and thank you very much for welcoming us here in Morocco. Happy New Year for everybody. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.